عباس ملينا، احنا طلعنا عندك تظاهرات، عندك على مدى تكادك جايك يظنون بينا، يعني هسه احنا ارقام مو ارقام جايك يظنون بينا، عندك رحنا تتظاهر طببونا للمدير جماعتنا صار لهم ساعه طابين جوا ما حد يقلد لهم، يعني جايك يظنون بينا ارقام مو ارقام جايك يظنون بينا، هسه هم يوفرون شغل يو شهر 300 تكاتك كلها نبيعها، خلي ياخذونهن ببلاش، يعني هسه شنو فرقنا عن على اهل المخدرات؟ جايك يظنوني الرقم مو رقم جايك يظنوني، شنو السبب ما ندري. يعني تمنع سياراتهم ليش يدخلن العراق؟ امنع سياراتهم اذا انتهيت وتحافظ على البيئه مالتك، امنع سياراتهم. يعني هسه كل احنا شباب وكلها قاعده. هسه احنا شو طلعنا بها؟ يومي 10000، 10000 هواي، هاي عودك 10000 مطلعين احنا، جاي يفتر علينا احنا يعني ببيوتنا تجي الدوريه تاخذنا وتروح. هذاك احنا عندنا اصحاب تكاتك طالعين مظاهرات اليوم على المديريه، كل احنا اقل شيء واحد ما كل احنا ماخذين بالاقساط. يعني ابسط شيء ابو الاقساط اذا شهر 400 300 يعني منين يجيبنا احنا بالقوه يلا طلع لنا 10000. لا والله لا تعينوا ويانا ولا قالوا نريد ثلاثه من عندكم يمثلونكم، دخلنا لهم ثلاثه قعدوهم وسكتوا ومعلقينهم هسه باقيين لحد الان جوا ما حد يقلد لنا ولا يعني ابسط شيء نروح منا للعشار يكضمه للبصره يكضمه الان عبرنا الجمعيات يكضمه. هاي اربع تكاتك محجوزه زين هو جايبها بالاقساط، منين يطي 750 و 800؟ هو جايبها بالاقساط التكتك بالاقساط منين يطي؟ هسه انا عد التكتك هاي جايبها ب 4 ملايين ونص انا مو بالاقساط، مستعد اطيها وخلي يوظفني المدير مال المرور لو مدير الشرطه. خليه يوظفني؟ يعني هسه يكذا وين اروح؟ وين ايش اشتغل؟ هم كلها عندها عوائل الناس وسواق مال التكاتك يطون 10 مليون. يعني وين تروح هاي العالم تبوظ؟